قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجملة اتخذوا جملة تعليلية للحكم السابق. ما هو الحكم السابق؟ اللعن. سببه اتخاذ هؤلاء قبور أنبيائهم مساجد. وإذا كانت هذه الجملة تعليلية فإنه لا ينظر إلى الأشخاص وإنما ينظر إلى الأفعال، ومن ثم فإن من شاركهم في هذه العلة فيصدق عليه الحكم السابق وهو اللعن. فمن جاء بعدهم ممن خرج من هذه الملة عن سواء السبيل واتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر ولي أو صالح اتخذها مساجد فإنه يشاركهم في الحكم.